يسعد صباحكم ويسعد مساءكم وأهلا وسهلا فيكم في مطبخ نادية. إن شاء الله اليوم رح نعمل سوا اللبنة، يعني إحنا أكيد بنعرف اللبنة كيف بنعملها، بس أنا كنت مع أصحاب إلي أجانب وقالوا لي إنه بيشتروها وغالية كتير وهيك، قلت لهم سهلة بتتعمل وأنا بعملها دائما في البيت، بس أنا بحب أعملها بلبن الزبادي الماعز، لكن هم على حسب طلبهم بدهم إنه نعملها بطريقة لبن زبادي عادي، فأنا اخترت الجريك وخلطته مع اللبن الزبادي الماعز وطلعت كتير طيبة والحموضة ولذيذة جداً، وإن شاء الله تعجبكم لأنه هي ممكن تتعمل كدب، ممكن نحط مع الساندويتشات، وكتير إحنا طبعاً العرب بنعرفها، بس طريقة هينة جداً وممكن إنه تعملوا كمية كبيرة وبنفس الوقت إنه حتبقى أوفر، وخلينا نروح على المطبخ ونعملها سوا. هذه مقادير اللبنة سهلة وهينة وما مكلفة، وهي عبارة عن يوغرت وملح، بس أنا حطيت اللي هو اليوغرت المعمول بالحليب الماعز لأنه بحب الحموضة اللي فيه وهو كتير هالطي، وبس إذا بدي أعمل اللبنة بس منه بدي تقريباً 3 عبوات لحتى أقدر إني أعملها وتجمد لأنه هو رخو. أما الجريك يوغرت هذا كتير جامد وسهل كتير وما بياخد وقت طويل إنه هي تطلع جامدة. عم بقولكم أنا كل هو إنه ممكن إنه إذا حاولتوا تعملوها بس بالجوت ميلك يوغرت أو إذا بدكم تعملوها بالجريك، وحفرجيكم قدي هينة خطواتها وإن شاء الله تعجبكم. وخليني هلأ أبدي بالخطوة الأولى. أول إشي راح أجيب جاك وراح أحط أنا اليوغرت الماعز، شوفوا كيف نزل بسرعة وهين، هذا اللي أنا قصدت عليه إنه رخو، يعني إذا بدنا نعمل بس منه رح ياخد بس وقت أطول. وهلأ رح أضيف أنا اليوغرت اليوناني، شوف كيف رح ينزل كتير جامد، يعني إذا استعملنا بس اليوناني ما رح ياخد الوقت الطويل، وإذا استعملنا بس اليوغرت اللي هو الماعز رح ياخد وقت أطول، وبنفس الطريقة رح يطلع لذيذ جدا. وبعدين رح أضيف الملح ورح أخلطهم لحتى أتأكد إنه صاروا ممزوجين مع بعض. وبعد ما إنه هما يمزجوا رح أجيب أنا هذا اللي هو أول إشي البول اللي تحته، أنا قصدت إنه يكون عالي لأنه هي حتنزل مية حتى ما تلزق المية في المصفاي. بعدين بجيب المصفاي وبحط عليها الشاش بالطريقة هاي اللي أنتوا شايفينها، بعدين رح أصب أنا المزيج، شوفوا كيف رخوا. هلأ هذا أنا عملته بالليل، رح أفرجيكم كيف الصبح بده يكون شكله. عيني جداً، رح أغطي من الجهتين، رح أحطهم في الثلاجة ورح أفرجيكم كيف بده يكون شكله الصبح وكيف إنه بينزل ميته، لسه إنه محتاج وقت أطول. وهي هذا طلعتها في الصباح، بدي أخدكم خطوة خطوة حتى تشوفوا أنتو كيف شكله. شوفوا هذا المصل اللبن كتير مفيد جدا، يعني أنا أوقات بشربه زي ما هو أوقات بحطه مع السمودي لأنه كله بروبيوتيك مفيد للمعدة. هنا رح أفرجيكم كيف بده يكون شكله، يعني إذا أنتوا حابينه كدب ممكن إنه هيك خلصت، بس إذا حابينه كلبنة إنه تكون جامدة لسه بده وقت. شوف كيف شكله بده يكون. في الخطوة هاي أنا الثانية رح أغطيه، بعدين رح أجيب مرتبان بتقيل شوية وراح أغطيه عليه، شوفوا كيف بالطريقة هذه، وراح أتركه كمان بالتلاجة. وهلأ بدي أفرجيكم بعد 5 ساعات كيف بدي يكون شكله. وهلأ أنا بصراحة تركتها تقريبا 7 ساعات، يعني شوفوا كيف لأنها انضغطت كيف صار شكلها كشت كتير، يعني هاي الكمية يعني كلها طلعت من 2 لبن الزبادي وقدين نزلت مية. وبعدين راح أعصرها بحيث أني أتأكد أنه كل المية اللي فيها نزلت، وبعدين أجيب بيبر تاول وراح أنشفها، وبعدين راح أجيب مرتبان أو تبروير إزاز وراح أنشفها كويس. وهلأ حتشوفوا كيف لما حفكها وأنزلها كيف بدها تكون قطعة جامدة، شكلها رائع جدا، يعني جامدة ممكن تتشكل زي ما أنتوا حابين لذيذة. وهلأ حفرجيكم أنا الخلطات اللي بحطها معاها. أول إشي أنا بحب أخلط زيتون مع فلفل وزيت زيتون كمان شوية، هذه أنا المفضلة عندي، يعني كلها اختياري، بس أنا حفرجيكم كم طريقة بعملها حتى إنه أنتوا تشوفوا قدي هين ممكن إنه تشكلوها وتعملوها بطرق مختلفة بطعم فليفر تاني. وهنا بعدين راح أخلطها كويس،
على قد ما هي جامدة يعني مش سهل إنه هي تتخلط، بس صدقوني كتير لذيذة يعني، إن شاء الله تعجبكم. شوفوا هاي أول طريقة. في طريقة تانية حفرجيكم إياها، ممكن كمان تجيبوا شوية نعناع ناشف، يعني تقريبا نص معلقة صغيرة أو معلقة صغيرة، وبرضو شوفوا كيف نفس الطريقة راح أحط أنا من اللبن وراح أخلطها كويس. يعني بالأول شوية صعب لأنه جامد ما شاء الله. هاي فيكوا تعملوا أنتوا، تخلطوا أي شيء حابينه معاها، ممكن زعتر برضو أنه أنتوا تعملوها. يعني هذه الفليفرز اللي أنا بعطيكم إياها، وأنتوا كيف بتحبوا أنه هي تطلع بالنهاية. هذه اللبنة يعني طبعا مفيدة جدا، وهلأ راح أفرجيكم آخر وأحلى طريقة ممكن أنه تحفظوا فيها اللبنة لفترة طويلة. هاي الطريقة اللي أنا بحافظ فيها على اللبنة، بجيب أنا تبروير فيه كمية من زيت الزيتون وصحن فيه شوية زيت زيتون، وبعدين بكورها. هذه أنا بعرفها من إحنا أطفال، يعني أمي الله يرحمها كانت دائما تعملنا إياها، وكتير لذيذة يعني، حتى بتفتح النفس لتكون شكلها على السفرة. وممكن نفس الإشي برضو نكور اللي هي الكمية اللي عملناها بالزيتون أو بالنعناع، يعني فيكم تشكلوا أنتوا السفرة، وها كتير صحية ولذيذة. وأنا كمان حافرجيكم بأكلها بخبز كتير صحي عملته، إن شاء الله بشارككم طريقته، وممكن أنتوا تاكلوها بأي طريقة بأي يعني أنواع خبز. وهلا حافرجيكم كيف أنه أنا بعملها. هنا حضرت هذه كل الصحون اللي عملناها، وكيف هذا غطيت الزيت الزيتون الكور اللي عملناها حتى تبقى فترة طويلة بالثلاجة. وهذا الخبز اللي أنا قلت لكم عليه كيف هين وطري ولذيذ جدا، يعني هذا كلاود بريد كتير خفيف، راح أشارككم إن شاء الله طريقته. بس مجرد إني أنا بدهن الساندويش فيها، وهين إني أنا ألفه. وهلأ خليني أفرجيكم آخر الصحن، وهذا آخر شكل للأنواع اللبنة اللي عملناها، يعني كلها أساسية سهلة جدا وهينة، وممكن أنه أنتوا تشكلوا فيها، ممكن تعملوا خلطة صغيرة كمان مع الزعتر، يعني كل واحد الفليفر اللي هو بحبه، وممكن حتى تحطوا لها الريحان، يعني كتير لذيذة ومفيدة. وهذا الخبز يعني أنا بعشقه لأنه كتير خفيف ولذيذ، وطريقة اللبنة إنه حفظها بالطريقة اللي أنتوا شفتوها، وممكن تاكلوها مع خضرة، وممكن على الفطور أو ممكن على العشاء. يعني أنه دائما ما كان ينقطع عندي بالبيت، الأولاد كان دائما يحبوه. إن شاء الله تعجبكم، وحطوا لي أراءكم لما تعملوا، وإذا عندكم أي سؤال برضو اتركوا لي إياه. ورجاء دعمكم كتير مهم حتى يشجعني أقدم لكم أفضل ما عندي. وصحتين وعافية عليكم، وإن شاء الله أراكم في فيديو آخر مع أكلة صحية تانية في مطبخ نادية. وما تنسوا دائما بقول لايك شير اند سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.